نيوكليك اسيد جوه البكتيريا ده عباره عن حاجتين وليهم نوعين، دي ان ايه وار ان ايه. احنا مؤقتا هنبدا في الدي ان ايه، بس لما اقول لك النيوكليك اسيد او ايه الاحماض النوويه تقول لي دي ان ايه وار ان ايه. نبدا بقى الدي ان ايه. الدي ان ايه عباره عن تو بولي نيوكليوتايد تشين. يعني ايه بولي نيوكليوتايد؟ يعني نيوكليوتايدات متعدده، تشين يعني سلتين هيلد توجذر مربوطين مع بعض بحاجة اسمها الهيدروجين بوند. يبقى هما سلسلتين، حلو، ادي سلسلة ادي التانية، والاتنين مربوطين مع بعض بحاجة اسمها الايه الهيدروجين بوند. يبقى هيلد توجذر هيدروجين بوند، تمام. قالك والله because of base pair rule each strand serve as template for senses of another. لأن القاعدة بتقول أو البيز بير رول بتقول إن كل عمود نموذج لتصنيع الآخر. Secret of life. قال لك وده سر الدي ان ايه، يعني النيوكليك اسيد دائما وابدا بيتصنع بان احنا بنضيف النيوكليوتايد عند النهاية رقم 3. يبقى احنا دائما وابدا واحنا بنصنع النيوكليك اسيد بندور على النهاية رقم 3 اللي بنضيف عندها النيوكليوتايدات. اللي بيحصل اثناء تصنيع الدي ان ايه بنحتاج شوية حاجات، بنحتاج تمبلت، بنحتاج نموذج واحنا بنصنع الدي ان ايه، نموذج عشان نقلده، برايمر، بنحتاج حاجة اسمها البادئ، وبنحتاج نيوكليوسايد ترايفوسفيت، حاجة اسمها النيوكليوسايد، وتلاتة فوسفيت أو نيوكليوسايد ترايفوسفيت على بعض. يبقى خلينا قلنا لحد دلوقتي إنها أوبولي نيوكليوتايد، نيوكليوتايدات متعددة مربوطين مع بعض بهيدروجين بوند، موجودين على عمودين، تمام، وإن النيوكليك أسيد دايما بتضاف على النهاية رقم 3، وإن السبستريت او الحاجات اللي بنحتاجها عشان نصنع الدي ان ايه تمبلت، نموذج، وبرايمر، وبادئ، ونيوكليوسايد تراي فوسفيت، تمام. تعال اكلمك على انقسام الدي ان ايه. اما نيجي نقول انقسام دي ان ايه موجود اصلا، فيقول لك ان اول حاجه انزيم اسمه هيليكيز. ايه فايدته؟ ده بيفك الحلزون او الدبل هيليكس او الشكل الاصلي للدي ان ايه. ما احنا عايزين نعمل له انقسام فلازم حاجه تفكه، الحاجه اللي بتفكه اسمها هيليكيز. طيب واحنا بنفكه اتفاجئنا انه ممكن بيحب بعض وعايز يرجع يرتبط تاني، فلازم نجيب بروتين استابلايز ذا انوند دي ان ايه، بروتين يثبت الدي ان ايه المفكوك. دي تاني خطوة، ان احنا هنجيب بروتين يثبت مين؟ الدي ان ايه المفكوك. خلاص يبقى احنا فكناه وثبتناه، نجيب حاجة اسمها البرايمر. ار ان ايه برايمر ده البادئ اللي هيبدأ يصنع، ده بيعمل سنسيتايزد، بيصنع البيجينينج، بيصنع البداية لعملية الريبليكيشن او لعملية الانقسام. اما اللي هيكمل الاكستنت اللي هيطول وهيكمل عملية التصنيع اسمه البوليمريز. عشان نطلع في الاخر عمودين، عمود اسمه الليدنج وعمود اسمه اللاجنج للدي ان ايه. الليدنج ده بيبقى ليد ورئيسي وبيتبني باستمرار بلا تقطع من النهاية رقم 5 للنهاية رقم 3، واللاجنج ده بيبقى ديسكونتينيوس وبيبقى مقطع وبيتبني عبارة عن قطع صغيرة سميناها قطع أوكازاكي من النهاية رقم 3 للنهاية رقم 5. الدي ان ايه بوليميريز دايجست، يعني بعد كده الدي ان ايه بيهضم البرايمر. خلاص البادئ ملوش دعوة، ملوش لازمة دلوقتي، فنهضمه ونبدله. بعد كده بيجي الدي ان ايه لايجز يلزق قطع أوكازاكي. يلا نرسمها. يبقى أول حاجة بسم الله، أنا عندي أهو دي إن إيه قديم. أول حاجة بجيب إنزيم اسمه هيليكيز، فايدته أنوايند، ده اللي بيفك الدي إن إيه.
طبعا لما اقول لك بنفك الدي ان ايه منين، تقول لي من اتجاهين، من فوق ومن تحت. تاني خطوة، الدي ان ايه اللي اتفك ده للأسف ممكن يرجع لبعضه تاني، فلازم نجيب بروتين، على فكرة اسمه سنجل ستراند بروتين، ده اللي استابلايز، ده اللي بيثبت الدي ان ايه المفكوك وبيمنع انه يرتبط ببعضه، وجبنا سيرته فوق. بعد كده يجي حاجة اسمها الار ان ايه برايمر. ايه بقى الار ان ايه برايمر؟ ده البادئ اللي بيبدأ تصنيع الدي ان ايه التاني. حلو، اللي هيبدأ التصنيع، اللي هيكمل بقى تصنيع كل عمود سميناه الدي ان ايه بولي ميريز. مش كده وبس، ده بعد كده هو اللي هيهضم البرايمر، او هيقول له انت مالكش لازمة، خلاص انا عرفت مكاني وهكمل الشغل وهكمل انا. هنكون عمودين، عمود اسمه الليدنج، وده عادي جدا مستمر، ده من نهاية رقم 5 للنهاية رقم 3، ده ليدنج وبيبقى متصل. اما من 3 ل 5 ده عكس الطبيعي، فبيبقى لاجنج، بيبقى مقطع. فللأسف القطعة دي سميناه لاجنج، والقطعة دي لازم لها انزيم يلزقها، سميناه اللايجيز انزيم. سميناه مين؟ اللايجيز انزيم. تمام، يبقى الليدنج واللاجنج، ليدنج من 5 ل 3، اللاجنج من 3 ل 5. تمام، يبقى الهيليكيز ده اللي بيفك، البرايميز ده اللي بيعمل البادئ، البوليميريز 3 ده اللي بيبني، البوليميريز 1 ده اللي بيهضم البرايمر. خد بالك رقم 3 ده اللي بيبني الدي ان ايه، رقم 1 ده اللي بيهضم البادئ اللي ملوش لازمة، اللايجيز ده بيمسك قطع الدي ان ايه وبيصلح اي دي ان ايه بايظ. يبقى رقم 1، نعيدها تاني، انا عندي دي ان ايه اهو متصل ببعضه، اول خطوة هيليكيز ده اللي بيفك الدي ان ايه، انوايند اهو فكناه. تاني خطوة سنجل ستراند بروتين، ده اللي بيمنع يرتبطوا مع بعض تاني. تالت خطوة ار ان ايه برايمر، ده البادئ اللي هنبدأ نبني من عنده الدي ان ايه، اهو جه البرايمر اهو، هنبتدي من عنده، مجرد بداية. الرابع ده البوليميريز 3 اللي بيكمل لكل عمود من الدي ان ايه المكمل بتاعه، ادي الدي ان ايه القديم اللي احنا شغالين عليه، كل واحد فيهم بقى هيطلع عمودين، عمود ماشي في اتجاه من 5 ل 3 ومتصل، سميناه الليدنج، ده متصل، وعمود آخر ولكنه ماشي من 3 ل 5 فهيبقى للأسف مقطع، سميناه اللاجنج. اللاجنج ده المقطع اللي هو من 3 ل 5 هنكمل عليه، هنجيب له إنزيم اسمه لايجيز. تمام، ده هيخليه بالكامل مكمل. اوكي، اللايجيز ده اللي بيكمله وبيلزقوا مع بعض. والقطعة دي سميناها قبل ما ننساكي اوكازاكي، القطعة دي قبل ما ننساها سميناها ايه؟ اوكازاكي، ده اللي بيلزق اللايجيز. وبكده نبقى خلصنا وعملنا دي ان ايه جديد. اوكي، الجيناتيك فاريشن اند البولي
مورفيس.